You're watching 180 Degrees with Lara Taouk Sleiman. بحلقة اليوم من 180 درجة من يومياتي هالكم يوم. مرحبا، أنا لارا توق سليمان. 180 ثانية بلشنا هالكم يوم. المرأة زادوا على يومياتي أحكام منزلة ما إلي أي رأي فيها. أشياء وناس خلصوا برات سيطرة، يعني أحكام مثل الكرتونة بدكانة جدي يوسف الله يرحمه، ممنوع الرد والبدل وشكرا. بس الفرق بين الحكم والحكمة حرف واحد، فشخة وحدة إذا قبلنا ناخدها. منحول الطريق المسكر لطريق ما إله حدود، تي مربوطة وحدة قادرة تفك كذا ربطة بحياتنا. بيقول جاك فيليب بكتابه Interior Freedom، حريتنا عندها قدرة خارقة تحول كل شيء انسرق منا بلعبة الحياة، لعبة الأحداث ولعبة الناس للتقدمة. من برا ما في شيء بيتغير، بس من جوا كل شيء بيتجلى بمعنى جديد وبقوة جديدة. القدر بيصير خيار حر، القيود بيصيروا حب، والخسارة تتحول لحبة مزروعة بالأرض مش مبينة، ناطرة تعطي ثمر بموسمها. بيقول حرية الإنسان عظمتها أكبر بكتير من الخيال، ما بتستخدم سلطتها تتغير الواقع، هيدا المعنى البسيط للحرية، بل بتسلطنا تنعطي معنى جديد لكل واقع، الواقع يلي تحت تحكمنا، والأهم الواقع يلي محكومين فيه. نحن مش دايما أسياد أقدارنا، بس دايما أصحاب السيادة بردة فعلنا تجاه الأقدار. فإذا الدنيا مبارح أصدرت حكم بحقك، حكم ظالم، ما توقف عن ميم المستحيل، كمل فشخة فشخة وحدة، ربوط التاي بالحكم وحوله لحكمة. 180 ثانية لليوم خلصوا، بس 180 درجة هلأ بلشوا. نفس عميق، حب الحياة لأنك أنت. You've reached the end of another episode of 180 Degrees with your host Lara Taouk Sleiman.